أحاول تناول معالجة هذه الانتهاكات أمام المصلحين أسهب في التفصيل في طبيعة هذه الانتهاكات، خاصة الخصائص المتمثلة في انتشارها، في شناعتها، حتى في بعض الجوانب التي لم يتطرق لها المداخلات، ربما حتى بجانب عنصري استئصالي بعض الحق بعض المكونات الاجتماعية الصحراوية، أيضا تورط الجبهة الانفصالية على كافة المستويات، سواء المستويات القيادية التنظيمية وحتى بعض العناصر الأمنية، إلى جانب أيضا تورط الجيش الجزائري، عناصر الجيش الجزائري بحسب ما يبدو الكثير من الشهادات ضحايا بعض الأحيان يتم اختطاف من طرف عناصر الجيش الجزائري بالأمن الجزائري ثم يسلمون الجبهة الانفصالية أو العكس. لكن لن أفصل كثيرا بطبيعة هذه الانتهاكات، سأتحدث عن ما أسمته الجبهة الانفصالية بإجراءات جبر الضرر. أعلنت مسرحية جبر الضرر، عرضت على الضحايا أن يتوبوا بين المزدوجتين، وخاصة من عاد منهم للوطن، بما أنه هي تعتبر فعل العودة في حد ذاته تعتبر خيانة، ولعله في كثير من الأحيان كانوا يبررون هذه الانتهاكات بأثر رجع، بمعنى يقولون على النبان وهؤلاء الضحايا فروا بجد بعد إطلاق سراحهم وعادوا إلى المملكة، إذا فقد ارتكبوا فعلا شنيعا بحسب الدعاء المصري، وبالتالي هم يستحقون ما جرى لهم سابقا من انتهاكات فظيعة. الأمين العام الجبهة الانفصالية مدعو إبراهيم غالي أعلن في المؤتمر 2019 مؤتمر جبهة رقم 15 أعلن عن صفحه عن الضحايا، وأعلن على أنه الجبهة الانفصالية ستقدم تعويضات مادية. إذا أحاول الإشكال الذي أتناوله إلى أي حد يمكن أن تنطبق معايير العدالة الانتقالية، معايير الدولي العدالة الانتقالية على مسرحية جبهة الضرر التي أعلنت عنها في الجبهة الانفصالية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إشكال أهم في اعتقادي وهو هل يمكن أن تتكفل كيانات غير دولتية بإجراءات العدالة الانتقالية؟ هذا أيضا إشكال مهم، خاصة وأن هذه الانتهاكات جرت داخل التراب الوطني الجزائري بحسب ما شرح الإخوة. عليا مفهوم العدالة الانتقالية هو يهدف طبعا إلى رد الاعتبار والاعتراف بانتهاكات وبنية لمعالجة مظالم وتظلمات، عادة يكون وقعها كبير، تكون تشمل فئات واسعة من المجتمع وتكون لها تبعات خطيرة على السلم الأهلي نظرا لانتشارها ولفضاحتها وإهمالها خطير جدا على الأمن المجتمعي وعلى الأمن السلمي، لأنها تهم مسألة إنفاذ القانون، مسألة سيادة الدولة، ومسألة حتى التعايش بين أفراد وتقبل الآراء المختلفة، فضلا عن تعزيز سيادة القانون وتعزيز الثقة، ثقة الأفراد في المؤسسات وفي الدولة. بالتالي إهمال هذه الانتهاكات وعدم معالجتها له من الخطورة بمكان. حينما نتحدث عن معايير العدالة الانتقالية، هناك تجارب دولية معروفة في هذا الصدد، التجربة الأرجنتينية، التجربة الرواندية، التجربة الجنوب أفريقية، التجربة المغربية أيضا هي الإنصاف والمصالحة، هناك تجربة أيضا خضع نظام جزائري ما سمي هناك بالمصالحة المدنية ثم الوئام المدني، رغم الملاحظات التي تسجل على هاتين التجربتين. في تجارب العدالة الانتقالية على مستوى دولي يكون أولا الاعتراف الصريح بالانتهاكات، بدون اعتراف صريح وبدون تقديم اعتبار واضح للضحايا لا يمكن أن نتحدث عن جبهة الضرر ولا عن عدالة انتقالية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، معيار آخر هو الكشف عن الحقيقة ولضمان، يعني لأن الكشف عن الحقيقة فائدته الوقوف على طبيعة هذه الانتهاكات، لأنه حتى نضمن الكشف عن الحقيقة ينبغي تأسيس لجان مستقلة تشرف على البحث في هذه الانتهاكات. لضمان أيضا عمل هذه اللجان ينبغي عزل جلادين المتورطين في الانتهاكات، ينبغي عزلهم عن مناصب المسؤوليات التي يتقلدونها، لأن مجرد استمرارهم في المناصب السامية التي يتقلدونها في حد ذاته ظلم مستمر
الطحن. طبعا انا اتحدث عن ضمانات عدم التكرار حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات مره اخرى. جانب اخر هو في سياق ايضا الكشف عن الحقيقه يتم ايضا الكشف عن مصير المفقودين الذين تعرضوا للاختطاف والذين تعرضوا لفترات طويله من الاحتجاز القسري والاخفاء القسري، لان هناك في هذه الحالات عاده تكون هناك ضحايا مفقودين. يتم ينبغي الكشف عن مصير رفاتهم كنوع من رفع الاعتبار لهم ولذويهم. طبعا الضحايا انفسهم ينبغي ان يكونوا هم محور هذه العمليه ككل، عمليه جبر الضرر وعمليه العداله الانتقاليه، وبالتالي ينبغي ان يكونوا جزءا من هذه العمليه. ناتي هنا لتجربه البوليساريو الى اي حد احترمت هذه المعايير الدوليه. اولا سنجد تهميش تام للضحايا لدرجة أمر ربما أكبر من تهميش الاستهداف. البوليساريو لا تزال إلى اليوم تصر على التشهير بالضحايا والاستهداف من خلال دعايتها الانفصالية، وصفهم بالخيانة وبالاندساس، وبالتالي لا تزال تصر على تلك السردية ضمن دعايتها ضمن البروباغاندا الانفصالية. لحسن الحظ الضحايا جلهم فروا، نتحدث طبعا عن الضحايا الذين خرجوا سالمين أحياء من الاعتقال ومن الاحتجاز التعسفي ومن الاختطاف القسري عفوا، معظمهم فروا بجلدهم مباشرة بعد إطلاق سراحهم، لأنهم يكونون مصرين ويكونون لا يبذلون جهدا لأجل مغادرة المخيمات. معظمهم يتواجدون في المغرب، عادوا استفادوا من نداء العودة للوطن، لكن اتساع رقعة هذه الضحايا يشمل حتى ضحايا من جنسية موريتانية، وفي حالات قليلة جدا بعضهم يحمل جنسية جزائرية ينتمي لمنطقة جنوب غرب الجزائر، وطبعا هناك ضحايا صحراويون يحملون الجنسية الإسبانية، وهناك أيضا إسبان يعني ليسوا من أقاليم جنوب إسبان، أصولهم إسبانية، في حالات نادرة تعرضوا أيضا للاحتجاز أو الاعتقال، وبينهم بحارة مدنيون وغير ذلك. الجبهة الانفصالية طبعا ضمن خصوصيات أيضا هذه الانتهاكات، طبعا هناك سنوات طويله من الاعتقال، ايضا استمرار التعذيب بعكس حالات الانتهاكات المتعارف عليها دوليا، يتم التعذيب لاجل الاستنطاق وانتزاع المعلومه. في هذه الحالات التعذيب لاجل التعذيب، نحن نتحدث عن شخصيات يعني سايكوباتيه مريضه نفسيا تمارس التعذيب لاجل التعذيب، وبعض الضحايا يتحدثون على انهم يعذبون منذ ساعه اعتقالهم الى ساعه اطلاق سراحهم، والامر يستمر لمده بعض الاحيان 10 سنوات 15 سنه 7 سنوات، هذا ان لم يتم يعني ارغامهم على ممارسه اعمال السخاء. يعني اثناء الاعتقال تصوروا على انه سجون سجون البوليساريو سجن رشيد غويرت بيلا ذهبيه، من بنى هذه السجون؟ بنوها الضحايا انفسهم، وهي بالمناسبه نتحدث عن سجون نتصور على انه زنازين و أسوار، هي في بعض الأحيان تكون عبارة عن قبور، خرابيط ضيقة جدا مغطاة بالصفيح يرمى فيها السجين منذ ساعة اعتقاله إلى حين يعني مصرعه أو يعني إطلاق سراحه بعد مضي سنوات طويلة. بالتالي أيضا بعض التفاصيل في بعض الحالات، لأن هناك مجموعات رئيسية ينبغي أن أفصل فيها، استهدفت على أسس قبل يعني أسس مناطقية، نتحدث عن استهداف منتمين لمجال الساحل أو الاستهداف مثلا، تصوروا جبهة انفصالية التي ترفع شعارات حداثية وشعارات تقدم وشعارات تحررية تعمم منشورا باسم مكون قبلي على أنه يجند عناصر مندسة في المخيمات، أيضا مجموعة استغفر الله العظيم الكريم ربما اتذكر اسم المجموعه لاحقا الذي عممته البوليساريو، ويتعلق بمكونين قبليين رئيسيين تم استهدافهم على وجه الخصوص. هذا المعطى يحيل بالفعل على تورط على وجود نيه مبيته لدى المجموعه الامنيه الضيقه المتحكمه في البوليساريو على ممارسه هذه الانتهاكات وعلى رعايتها وعلى الاشراف المباشر عليها، لان شهادات الضحايا يسمون القيادات الرئيسيه بالاسم على انهم مارسوا التعذيب المباشر. شهادات كثيره من ضمنهم ابراهيم غالي، من ضمنهم بشير السيد، من ضمنهم سيد احمد بطل، من ضمنهم سيد احمد وكال، يعني مسؤولون حاليون في الجبهه الانفصاليه لم يكتفوا فقط باعطاء التعليمات او في التنظير او في التحرير، بل مارسوا الانتهاكات.
كذلك الامر بالنسبه لبعض مسؤولي الجيش الجزائري مارسوا احتكاك بهم، كانوا يعني يمارسون القتل، كانوا يمارسون العنف على ضحايا وعلى المعتقلين. طبعا للاسف الجبهه الانفصاليه لا تزال تصر على تكريم الجلادين من خلال تبوؤهم المواقع القياديه، من خلال تمتيعهم بجوازات السفر الدبلوماسيه. الادهى من ذلك ان الجلاد هو من يعرض الصح. احنا نتحدث عن ابراهيم الغالي الذي يقول جبر الضرب، فهو جلاد وخاطب الضحايا. كيف للضحايا ان يستجيبوا اذا بهكذا ممارسات مهينه في حقه؟ اذا لا وجود لعزل الجلادين، لا وجود لاعتراف صريح، لا وجود لاعتبار، لا وجود لرجال مستقله، لا وجود لاشراك للضحايا في اليه جبر الضرر، وبالتالي نتحدث عن غياب كلي لكل المعايير المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بجبر الضرر بالعداله. تخيل لكم يعني معيار اخر، مثلا حينما يتم اثبات تورط كيان سياسي في الانتهاكات، ففي بعض التجارب يتم حل هذا الكيان السياسي ويتم تجريم الترويج له. وهناك مثال يعني تجارب عديده، مثلا نظام الابارتايد في جنوب افريقيا الذي يتم تجريم الترويج له، الحزب النازي في المانيا، الخمير الحمر في كمبوديا، حتى حزب البعث في العراق. بالتالي لاجل ان نؤسس لمصالحه حقيقيه مجتمعيه شعبيه مع ضحايا ومع مكونات المجتمع، ينبغي ان نجرم الترويج سواء للكيانات السياسيه او حتى للزعماء، كما هو الحال بالنسبه لبينوشي في تشيلي، كما هو الحال بالنسبه حتى في بعض فرانكو مؤخرا في اسبانيا الى غير ذلك، او النظام الفاشي في اسبانيا. على اي هناك بالفعل معوقات عدا عن غياب الاراده السياسيه لدى الجبهه الانفصاليه، غياب الاراده السياسيه لدى الجزائر، لانه كما اسلف المتداخلون الجزائر لا تزال تتنصب من المسؤوليات الاخلاقيه والقانونيه والسياسيه والمقاطعة على عاتقها، لذلك ما يفترض انهم لاجئون داخل ترابها الاقليمي، علما على ان الجزائر موقعه على اتفاقيه حمايه اللاجئين. استغفر الله العظيم الكريم. مسألة أخرى، ربما الإرادة السياسية مرتبطة بالحل السياسي لنزاع حول الصحراء، على اعتبار طبيعته باعتباره يعني نزاع إقليمي ما بين طرفين رئيسيين هما المغرب والجزائر، بمعنى الاستمرار مجرد انخراط هذا النزاع وغياب إرادة سياسية للحل تقتضي بالنسبة للنظام الجزائري الإبقاء على ورقة اللاجئين كمظهر من مظاهر استمرار هذا النزاع. ربما من أهم التوصيات التي باعتقادي يجب التنصيص عليها هي مسألة المطالبة بتمكين قاتلي مخيمات تندوف من العودة لوطنهم، أو بشكل عام تفكيك هذه المخيمات، سواء من خلال الآليات المتعارف عليها دوليا تعاطي مع حالة اللجوء الجماعية، سواء العودة للوطن، سواء الممرات الآمنة، لانه دعايه انفصاليه تروج لحرب مزعومه رغم تكذيب هذه الدعايه من طرف تقارير الامين العام ومن طرف مجلس الامن المراقبين الدوليين، الى انه يمكن يعني العمل على ممرات امنه تمكن قاتل المخيمات تندوف من مغادرته. المساله الثانيه هي التوطين في البلد المستضيف، هذه آلية معمول بها دوليا. المسألة الأخرى أيضا البحث عن الأوطان البديلة، خاصة وأنه الكثير من التقارير تحدث عن أصول لقاتل مخيمات تندوف لا تعود للأقاليم الجنوبية، وفي بعض الأحيان لا تعود حتى لجنوب غرب الجزائر، من ضمنهم منتمون لشمال موريتانيا، لأزواج بشمال مالي ولجنسيات أخرى. إذا هناك معضلة أمنية في المخيمات، في جانب منها في اعتقادي إهمال معالجة هذه الانتهاكات نظرا لما ينجر عنها من تقويض للسلم الأمني وللأمن المجتمع. حتى ربما لا أطيل، أترك تتمة إذا كانت هناك فرصة للتعقيب على المداخلات. شكرا جزيلا.